أذهب الآن إلى القليوبية مع زينب شبل. زينب، ما تفاصيل أيضا الصورة لديك والمشهد لديك في القليوبية؟ نعم إيمان، ما زال الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع متواصلا ويزداد كل دقيقة، يعني هنا في محافظة القليوبية حيث يتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية. يعني هذه العملية الانتخابية شهدت في الحقيقة في محافظة القليوبية كثافات عالية جدا منذ بدء عملية التصويت في 9 مساء وتستمر حتى 9 في عفوا في يعني بدأت في 9 صباحا الكثافة التصويتية وتستمر حتى 9 مساء. أيضا يجب أن نذكر بأنه يتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهو مرشح مستقل الرئيس الحالي، والمرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السنة ديمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. إيمان، هنا في محافظة القليوبية الكتلة التصويتية تصل إلى 300، والكتلة التصويتية تصل إلى يعني أكثر من 3.5 مليون ناخب هم لهم حق التصويت في هذه العملية الانتخابية طبقا لقاعدة بيانات الناخبين المدرجين في مصر، أيضا موزعين على 366 مقرا انتخابيا موزعين على أكثر من 484 لجنة فرعية و16 لجنة عامة. نتحدث على يعني إقبال كثيف من الناخبين هنا في محافظة القليوبية من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حيث يعني تعددت المشاركات من جميع فئات الشعب المصري، الشباب الذين حرصوا على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، وأيضا كبار السن الذين كانت مشاركتهم إيجابية إلى حد كبير، وأيضا المرأة التي يعني تشهد إقبال كبير في هذا المشهد الانتخابي. نتحدث عن جهود الهيئة الوطنية أيضا في محافظة القليوبية بتحديد عدد 9 لجان الوافدين الذين يرغبون في الإدلاء أصواتهم في هذه العملية الانتخابية، حيث تستقبل الناخبين من كل محافظات الجمهورية بسبب عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في مقر الإقامة. أيضا إيمان، هناك يعني تسهيلات كثيرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بدءا من المستلزمات اللوجستية والإجراءات، يعني تسهيل الإجراءات التصويتية في هذه العملية الانتخابية وصولا إلى التسهيل على المواطنين بإمكانية الاستعلام على المقر الانتخابية من خلال بطاقات الرقم القومية على من خلال الموقع الرسمي، وأيضا تعديل المقر يعني مقر الاقتراع. سريعا إيمان، الهيئة الوطنية للانتخابات كما سمعنا سويا ذكرت أن القليوبية تشهد كثافات يعني تصويتية كبيرة جدا، صحيح، ولم تسير يعني لم تحدث أي معوقات تعوق هذه العملية الانتخابية، وأيضا ستستمر المتابعة لهذه العملية الانتخابية حتى إغلاق. وبالتأكيد سنتابع معك ومع باقي مراسلينا طوال هذا اليوم.